تحديدوا دار ما بغاوش يقلعوهم، كنت ما بغاوش يصاوبوها. المهم راك تشوف كيفاش رحنا محنين حنايا هنايا، راه كلشي على عين الروايد، راه بنادم تيفرع الريسور هنايا يفرع الروايد، ورانا غاديين صابرين اليوم غدا اليوم غدا ما نعرف فوقاش الله يهديهم ويصابوش. هذه كنعانيو بها بزاف، ويعني الطريق ماشي شي طريق اللي يعني خدمت يعني راه ما كانش حتى 5 سنين ولا 6 سنين، وهي دابا هودت، ودابا ها هما بلعوا الطريق وما كاين، انت كتشوف ما كاين لا شي خدمه لا شي عمل لا والو، غير بلعوا الطريق منا ومنا وخلاو الناس كيدوروا، هذا هو اللي هو. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص القطارة ديال حي معمر السكر، انا كعضو في الجمعية الجهوية للسلامة الطرقية سهرنا منذ البداية، منذ اكتشافنا الاضرار الخطيرة اللي كانت بها، واللي كانت تمثل خطر على المارة. وكما يعلم الجميع ان الطريق تعتبر طريق رئيسية يمر عليها الكثير والكثير من السيارات والشاحنات والحافلات. سهرنا على ان يتم انجاز او تعبيد طريق اخرى في يعني من ان شاء الله بحول الله من بعد ان شاء الله تخدم القنطره، وكان نقاش مع المديريه ديال التجهيز والمسؤولين تاع للوعود اللي تعطات لنا كجمعيه ان القنطره غادي يتم الانجاز ديالها وغادي يتم التوسعه ديال الطريق، ولكن فوقاش الله اعلم. وحنا كجمعيه ساهرين وخصوصا في هذه الظرفيه وفي هذه الفتره اللي غادي تعرف فتره الصيف المجيء ديال الجاليه من الخارج، وغادي يعرف اكتضاد وغادي يعرف حركه دؤوبه، حنا ساهرين ان غادي خص يتم الانجاز ديالها اقرب. هاد القنطرة دايرين عرقالة هنايا خاطر علينا ما نصبرو، فهمت؟ علينا ما نصبرو باش تسكن زعما دابا راه سيمانة هي موقفة هنايا باش يصلحوها في الساحة. حنا كاينة دورونج كتكون الشتا كاين البلايص، وأنا غادي نفرض أن غادي تجي الشتا بزاف ولا شي حاجة غادي يحمل هاد الواد غادي يديروه غادي يديروه، الناس يبقاو في الخلاء. واش راه ماشي معقول هادشي يعني. كنتمنى واش تصلح هذا القنطره هذه، راه حنا خايفين باش في هذه الا جات الشتاء ولا شي حاجه راه بدا الماضي يبقى ما يهواش الدار. وشكرا.